ترديد مثل ما يقول ترديد مثل ما يقول المؤذن هو من السنن المندوب إليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هل هو واجب؟ قلة من العلماء يرون أنه واجب، أغلب الفقهاء أغلب العلماء يرون أنه سنة مستحبة مندوب إليها، ولذلك لا ينبغي التفريط في هذه السنة، فيمكن للقارئ أن يقف ثم ينصت إلى الأذان ويردد كلمات الأذان مع المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان دعا بما ورد في السنة ثم عاد إلى تلاوته. يعني بعض المسائل لا يحتاج أن ننظر إليها أبيض أو أسود، حرام أو حلال، إن لم تكن واجبة فلا أفعل، وإن لم تكن حراما فيعني لا حرج علي في الإتيان. لا، أنت تقرأ القرآن لغاية شريفة نبيلة تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، توقظ تحيي الإيمان في قلبك، وهذا هو عين ما يفعله النداء أيضا، رفع الأذان إعلام بوقت الصلاة، تذكير للمؤمنين، ورفع لشعارات هذا الدين. فلذلك لا ينبغي أيضا التفريط، يعني ما المانع من أن يقف لكن لا يلزمه أن يردد كلمات، يعني لأن الآن الأذانات ترتفع الأذان تلو الآخر، فلا يلزمه مع كل أذان، نعم مع أذان مسجده الذي يصلي فيه أو الأذان الأول الذي يسمعه عند دخول الوقت يقف، ثم بعد ذلك يواصل قراءته بعد الفراغ من الأذان، هذا الذي يعني نريده له، لكن إن واصل قراءته فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.